الموضوع ديال الستاج كي تعتبر من اهم واكثر الاسئله اللي طرحات في الفيديو السابق واللي كان حول على شنو كيتخصك تقلب وتبحث من غير الفورماسيون اللي كتعطيك لافاك، وبالتالي الناس كامله باغا تعرف على كيفاش نلقى ستاج وفين يمكن لي ندير تطبيق لداكشي اللي تيقريوني. الوغ اليوم غادي نعطيكم واحد السر اللي زوين ولما تيردوش ليه البال بزاف ديال الطلبه، وهاد السر تيبغي منك تكون شجاع ودير هادشي اللي غادي نقول لك. اذا انا غادي نعطيك الطريقه وانت دير ليها لاكسيون. جو الطريقه اللي غادي نشارك معكم اليوم ماشي البلاصه فين غادي تدوز ستاج وماشي كيفاش دير طلب، وما غاداش تحتاج منك ديبلاسمون حيت هادشي غادي تلقاه في الفيديو اللي غادي يجي من بعد ان شاء الله. دونك الطريقه ديال اليوم غادي تحتاج منك حاجه واحده، هي تكون مازال كتقرا، يعني مازال كتحضر مع الاستاذ في لونفي وكتبع معاه في الكور. الناس اللي ديجا حصلوا على لي ديبلوم ديالهم وما تيديروش ماستر مثلا او ما تيقراوش شي حاجه دابا، يعني ما بقاتش عندهم علاقه بالاستاذ، هاد الطريقه ما غاداش تكون في الصالح ديالكم. الا رديتوا البال من الهضره ديالي راني تركز على الاستاذ. كيفاش اليوم في المجتمع ديالنا كلشي تيدور على العلاقات، يعني الا كانوا عندك المعارف كتقضي اي حاجه بالزربه وما كتوحش. ويلا سولتكم في لافاك كيفاش علاقتكم مع الاستاذ، الاغلبيه غادي يقول لي تناخذ من عنده الكور في لونفي وتنكتب معاه وتنخرج فوالا، يعني تقدر تلاقى مع الاستاذ ديالك في الزنقه وما يعرفكش راك كتقرا عنده. سي نورمال حيت عمرك ما سولتيه على شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتيهاش، هاد الاخيره هي اللي غادي نديطي معاك فيها مزيان. دابا الاساتذه اللي تيقراوك راه الاغلبيه ديال لي موديل اللي تيقراك في الكور كل واحد فيهم راه دار فيه بحث ودوز فيه دي ستاج، وحاليا الاستاذ اللي تيقراك الكور راه تيكون تاثر الطلبه اللي تيدوزوا لي بروجي ولي ستاج ديالهم وفي نفس الوقت تيقراك الكور. وهاد الاساتذه كتلقى عندهم علاقات ايضا مع الشركات اللي تيخدموا في مجال الموديل اللي تيقراك. الوغ علاش انا ما نستغلش هاد الفرصه في لونفي ونكسب الاستاذ وندير معاه علاقه وشي نهار نقصدو استاذ راني بغيت ندير ستاج في هاد الشركه تقريني، حيت هاد الموديل اللي كتقريني لقيت فيه المجال اللي مهتم به بزاف وناوي ان شاء الله نكمل فيه لا كارير ديالي. دونك انت ما غاديش تجي من الاول وتمشي عند الاستاذ وانت عمرك ما سولتيه لا في لونفي ولا خليتيه يعقلك على وجهك. دونك خصنا شي طريقه اللي نبداو بها باش ندير علاقه مع الاستاذ، خاصني نبقى نجلس في لي طابل القدام في لونفي باش نبان ليه، ولي اهم من هادشي نبقى كل حصه نسولو شي سؤال واخا انت تكون عارف الجواب غير سولو باش تاخذ الجراه اول حاجه وتبقى كل مره تسولو وتولي تجيك عاديه جدا. وانت كتسول الاستاذ في كل حصه هنا غادي تنوما لا نوميناسيون والاستاذ غادي يعقل عليك. هذه هي الخطه الاولى اللي غادي تحتاج. من بعد غادي تبقى تسول في وسط الحصه وشنو غادي تزيد عليها دو بليس، غادي ملي تسالي الحصه تمشي عنده وتقول ليه استاذ بغيت نعرف لابليكاسيون ديال هادشي اللي كتقرينا باش نزيدو نحبوه اكثر. السيمانه اللي من بعد غادي نسول الاستاذ عاوتاني هادشي اللي كتقرينا في المغرب شنو تيديروا به وفين كاين الاستعمال ديالو، هنايا كتاتيري لاطونسيون ديال الاستاذ وتيقول واو طالب انتريسي باش يعرف فين كيطبق هادشي. سي مانيفيك حيت هو تيشوف الاغلبيه ديال الطلبه مشغولين فقط باش يفاليديو، والمره اللي من بعد غادي تمشي عند الاستاذ غادي تلقاه تيعرفك مزيان حيت كتسولو في كل حصه، وغادي تقول ليه استاذ جو سوي فيفمون على ريشيرش دان ستاج سيل فو بلي اسكو فو بوفي ميدي. هادي تقدر تقولها ليه في لونفي ولا تمشي عنده للبيرو ديالو بوحديتك، ولكن باش دير هادشي راه بشويه، ما يمكنش انت استاذ عمرك ما سولتي وتجي واحد النهار وتبغي تهضر معاه على ستاج البي اف ا، ما غاداش يعطيك وقت اصلا عادي جدا حيت ما تيعرفكش حتى واش كتقرا عنده ولا نو، ولا كنتي كاع كتقرا عنده راك انت ماشي اكتيف. فوالا هذه طريقه بسيطه جدا واللي يمكن لكم تجربوها مع جميع الاساتذه وبالاخص في لي موديل اللي تيعجبوكم وكتحسوا براسكم انكم عندكم واحد لا باسيون اللي يمكن لكم من بعد تكملوا التخصص ديالكم فيهم. وبالنسبه للي ستاج راه على الاقل بروف اللي درتي معاه واحد العلاقه ولا تيعرفك مزيان نهار اللي وصل بي اف او في العام الاخير ديال ليسونس ديالك وبقات العلاقه بيناتكم مزيان يقدر يدبر لك في ستاج خارج المغرب واللي انت تقدر ما تصوروش كاع، وهادشي كامل تيجي بالخدمه زائد تاخذ القرار باش تكسب الاستاذ ديالك. لايك اند سبسكرايب الا كانت هذه اول مره كتكتشف هذه القناه باش تبقى تستافد من المواضيع واللي كتخصك بطبيعه الحال. سي يو نيكست تايم.